أنا بالطابق الرابع. والله نزلي إذا ما كان شوية أغراض نزلي وطلع مستحيل. فهيك فكرت إنه كان في بزمانه مسلسل أو فيلم بمصر أو شيء ينزلوا سلة. عملت شنتانة ونزلتها، حطوا الأغراض وفرقت معنا كتير. بس إذا بقول لك من أفضل السنين مروا علينا هن يمكن السنتين، ولو كانت ضغوطات أقل مادياً علينا لأنه كانت المساعدة ممتازة بشكل كبير. ما هو شوي على بدنا نكذب الدور. أقل بيت أقل شيء بده خمس مرات خمس دنانير حقك البيت. طيب أنت خمس مرات ما عم تحسن تأمنية. فكانت المنظمة بشكل كبير. يعني مثلا نحن بنقول لك مثلا كثير كنا بنفقد اشياء ما نحسبها.